بس خلينا بقى نروح للملف المهم دلوقتي والفرحه امبارح والحاجه اللي احنا كلنا مش بس كمصريين لا بجد كعرب كنا حاسينها، الفخر امبارح بمنتخب مصر لكره اليد والتاهل لنصف نهائي اولمبياد طوكيو. يعني نقدر نقول ان احنا اول منتخب عربي بيحقق هذا الانجاز. هي كمان لازم نقف شويه لو هنتكلم بقى عند منظومه هنا كره اليد في مصر لان اللي فيها كلام كتير. هي منظومه بجد احترافيه من الدرجة الأولى حقيقي على مدار سنين كتيرة جدا، واختلاف مجالس الإدارات، خلينا نقول أجيال بتيجي وأجيال بتروح، لكن هتلاقي كرة اليد بجد في تطور ملحوظ جدا وبقوة، تخطيط زمني، نظام إداري ورياضي أكثر من رائع وعلى أعلى مستوى حقيقي. منظومة خلينا نقول إن هي حاطة هدف أمامها، هي عارفة هي عايزة إيه ومجهزة أدواتها وإمكانياتها عشان تصل ليه. فمنتخب اليد بجد لو هنقول كده مصطلح ممكن نقول كوكتيل مواهب شابة وعناصر كمان من الناحية الثانية خبرة. وخلينا نرجع نقول تاني المدير الفني الأسباني حقيقي هو كان برضو اختيار رائع جدا، وده يخلينا نكرر نفس الكلام تاني لما النادي الأهلي بيختار أو لما بيجي كده بتتكلم عن اختيار أي مدير فني، لا أنت بتختار صح. لما المنتخب عايز مدير فني أنت بتختار صح، لأن لازم يكون الاختيار هو يعني ناتج عن خبرة، ناتج عن أساس، ما بيبقاش من فراغ. فمدير فني على فكرة كريم كان في البداية عليه جدل شويه، اللي قال لك ايه اللي انتوا جايبينه ده، طب ايه خبرته؟ لا على فكره هو مدير فني رائع جدا، عنده القدره ان هو يقدر يدمج الشباب مع الخبره، وكمان بيدرس الخصم بشكل محترم جدا. فانت بتتكلم عن منتخب يعني الوطني لليد، فاكيد لازم هيكون ليهم يعني مدير فني يليق بهذا الشأن او الكيان، فحاجه محترمه جدا وان شاء الله نقول مبروك ليهم. لكن بجد كنتوا مشرفينا جدا. وفي بقى بعد كده المنتخب الفرنسي هيكون في مواجهه باذن الله، نتمنى كل التوفيق. وكان عظيم جدا برضو لو يعني هنتكلم او هنضيف هنا المعلق الجزائري امبارح اللي كل القنوات بقى اتكلمت، يعني احنا مش هنخش في التفاصيل كتير، ولكن اللي انا عايز اعلق منه من المشهد امبارح واللي احنا قلناه من اول يوم لما كنا بنتكلم عن الاولمبيات يا كريم، وقلنا القصه ان انت مش بس بتفرح بمصري موجود، طب لو كان في شخص عربي موجود بتشجع، بتبقى نفسك كمان ان هو يفوز. فتعليقه امبارح كان جميل وبتحس فعلا الروح الوطنيه العربيه الجميله، فتحيه ليه حقيقي هو يستاهلها. الحقيقه المنتخب بكرة اليد عامل شغل اكتر من ممتاز حتى هذه اللحظه، جماعه عاملين اللي عليهم وزياده كمان، وكانوا كلهم الحقيقه على قدر كبير جدا من تحمل المسؤوليه، وهم اللي عليهم الامل دلوقتي ان هم يفرحونا يعني ميداليه اولمبيه اضافيه ان شاء الله في خلال الايام القليله القادمه. طبعا لازم نتوجه بكل التحيه والتقدير لكل لعيب فيهم على حده، ولكل شخص من ضمن الجهاز الفني والاداري لكره اليد اللي مش بس امتعونا امبارح وخلونا فعلا بنشعر بسعاده وفخر بشكل كبير جدا. على فكرة لازم برضو نركز ان مش سهل ابدا ان انت تغلب المنتخب الالماني بفرق 6 نقاط، انت بتلعب فريق تقيل برضو، فريق ليه تاريخ في هذه اللعبة، لاعبتنا كانوا رجالة، اداء كان ممتاز، اداء حماسي جدا، مهاري جدا، ثقة في الاداء وثقة في النفس بشكل ملحوظ، كانوا حديث الصحافة الرياضية يعني العالمية، ودي مش اللقطة الأولى ليهم اللي يكونوا حديث الصحافة العالمية الحقيقة، ولا أول مرة وإن شاء الله لن تكون الأخيرة. منتخبنا منتخب كبير يستحق كل الدعم، منتخب بيعمل في صمت، عارف كويس قوي ومحدد كويس قوي هدفه، وإن شاء الله إن شاء الله زي ما كنت بقول لحضراتكم يفرحونا بحصد ميدالية أولمبية. طبعا فرحتنا بمنتخب اليد ما فيهاش أي مبالغة بأي حال من الأحوال. وبالمناسبة يعني عايز أقول لحضراتكم إن بشكل عام اللعبة دي على الصعيد العالمي مش بالسهولة اللي ممكن الناس كلها تتخيلها. ليه؟ لأن اللي بيتميز فيها من قديم الأزل هي منتخبات البلاد شديدة البرودة، البلاد اللي فيها التلج موجود أغلب شهور السنة، هتلاقيهم متميزين جدا في كل ألعاب الصالات. فعشان تنافس المستوى ده وتوصل ليه وتناطحه وتتفوق عليه في كتير جدا من الأحيان، لا دي حاجة محترمة. بالمناسبة لو كنا رجعنا بالزمن حبتين لورا كنا هنلاقي إن كان مستحيل إن احنا نوصل لمستوى المنتخبات دي، لكن بالتخطيط السليم والإدارة الجيدة وحسن انتقاء العناصر كلها، سواء كان لعيبة سواء كانوا جهاز فني حتى سواء كانوا جهاز إداري، كل ده بيفرق كتير قوي، لأن بشكل عام المصري يقدر يحقق المستحيل ويكتبه في تاريخه كمان، ولكن حتى لو توفرت له الحد الأدنى من الإمكانيات أو التخطيط المطلوب. مش عايزين كمان ننسى ان كيشو ومحمد بتولي هيلعبوا النهارده ان شاء الله، هما الاثنين على الميداليه البرونزيه في المصارعه، كل التوفيق ليهم وكل التوفيق لابطالنا في الايام القادمه ان شاء الله، لان احنا طبعا يعني متعشمين قوي ان الوضع يختلف عما هو عليه، وان شاء الله ده يحصل قريب.